بعد وفاة نجم الكوميديا سمير غانم، تقولي لدنيا سمير غانم مهم؟ أنا مقابلاكوا دلوقتي بالصدفة، بس يعني انتوا لحد النهاردة صدى البلد بتسجل مع الناس عشان أيقونة الضحكة الحلوة اللي رسم البهجة على الناس وفي وش الناس وفي قلوب الناس، اللي نزع الحزن في وقت الحزن مات. يعني ده أكبر تكريم يا دنيا، وربنا إن شاء الله بإذن الله تعالى دي بشرة. يعني ده احنا لما بنضحك في وش بعضنا كده بناخد ثواب، فتخيلي هو خد ثوابات قد ايه، وياخد عيالنا. انا اتربيت عليه وابني يعرف يعني ايه فتوته وسموره. اقول يا رب ربنا يصبر امهم، وربنا يصبرهم يا رب. هم محترمين جدا وتمثيلهم كله محترم جدا، هو ربنا يا رب يرحمه ويحسن اليه. والله حضرتك البقاء لله، والفنان سمير غانم يعني معلم اجيال، واحنا شفنا احلى تمثيلاته وفوازير وافلام. يعني بصراحه هو اولاده حاجه حلوه يعني، وربنا يصبرهم، ربنا يصبرهم على اللي هم فيه. قال لهم البقاء لله وربنا يصبركم يا رب، وان شاء الله انتوا تعودوا فراق. هو اولا راجل كوميديان على حق، والله يرحمه وربنا يصبر اولاده ويصبر مراته وربنا يجعل اخر الاحزان. بقول لهم ربنا يصبركم. طبعا احنا كلنا زعلانين على الفنان سمير غانم، بس هو ده امر واقع يعني، كلنا هنتوفى وهنموت يعني، فربنا يصبرهم. كان باين عليهم الحزن والاسف في العزاء، وكلنا بصراحه تاثرنا بالموضوع دوت، فربنا يصبركم وكملوا يعني المسيره. قول ايه لدلال عبد العزيز؟ هي دلوقتي في العنايه المركزه. هلا ربنا يستر عليكي ويعوض بالسلامه. ربنا يشفيها يا رب ويتم شفاها على خير، وربنا يصبرها برضو هي كمان، وتقدر تقوم وتقف وتسند ولادها، وربنا يصبرها بجد. ما تعرفش ربنا يا رب يصبرها يا رب، وربنا يا رب يشفيها من اللي هي فيه ويشيل عنها يا رب. ولو عرفت هيبقى صدمه كبيره، صدمه كبيره كبيره، عشان دي روحها في جوزها، وهو كان روحها في جوزها في مراته. هما الاثنين بيعشقوا بعض الاثنين بامانه ربنا يعني، وتمثيلهم الاثنين، هما الاثنين تمثيلهم جميل جدا ومحترم جدا، تمثيل محترم جدا طبعا. والله اقول ربنا يشفيها ويقومها على خير، تبقى في حضن عيالها. دلال الخيره الجدعه الخدومه العطوفه الودوده، يلا بقى انت وحشتينا، وربنا يصبر قلبك ويقويكي. ربنا يشفيك يا رب، وانت حد برضو مؤثر في السينما، وربنا يقومك بالسلامه، وان شاء الله تكملي تكوني اب وام بعد كده لدنيا وإيمي إن شاء الله. هي كل أعمالها كويسة بصراحة، آخر مسلسل ده جميل، كل أعمالها. وسمير غانم، الأستاذ سمير غانم برضو يعني راجل فرجني على مشاهد كتير وأسعدنا ما في الكفاية، الله يرحمه.